الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتدي الأثم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قبلناه أنت المعروف بالجود مقري الضيوف إني ملهوف أغثني بحق أنت المعروف بالجود مقري الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يخيب من لذا برسول الله أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يخيب من لذا برسول الله يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتدي الأثم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قبلناه أنت المعروف بالجود مقري الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله أنت إني ملهوف أغثني بحق الله أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يخيب من لذا برسول الله أنت الحبيب حاشا يخيب من لذا برسول الله لا إله إلا الله.
بجاكولا حسن الخاتمة. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما وفقني عملا مقبولا همه إني دت بدم تنتن له كمين أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما ووفقني عملا مقبولا يا الله يا غفار أمبوني دوسكم هم سقطتكم
taubat. Semoga taubatku taubatan nasuha. Semoga taubatku taubatan nasuha. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما عملا مقبولا. إلهنا يا إلهنا يسر لنا أمورنا. إلهنا يا إلهنا من ديننا ودنيانا. يا فتح يا فتح يا فتح يا عليم. افتح قلوبنا افتح قلوبنا على تلاوة القرآن. يا ربنا يا ربنا يا فتح يا عليم. إلهنا يا إلهنا يسر لنا أمورنا. إلهنا يا إلهنا من ديننا يا
صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. صلاة من شريف المقام. سلام سلام كمسك الختام عليكم وحسن ونور لنا بين هذا الأنام. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. سكنتم فؤاد سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد. فهل تصعدوني بصعد وهل تمنحوني شريف المقام؟ صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. هو النور يهدي وفي الحشر ظل المور وسنين لواؤه. تلقى من الغيب المجرد حكمة بها
أمطرت في الرخاء في قين سماء ومجهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه فلله ما يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى مولاي صلي وسلم
وجئناكم مهنئين
أتيناكم مبينا وجئناكم مهنينا نشيد وحب يحدونا وتسبقنا أمانينا وتسبقنا أمانينا بيوم تضحك الدنيا لنا فيه تناجينا وبالأفراح واللقيا مع الأحباب تروينا وبالأفراح واللقيا مع الأحباب تروينا أتيناكم مهينا وجئنا أتيناكم مهينا وجئناكم مهنينا اللهم صل على اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة وأشغلي ظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلي وأخرجنا من
قد أنصحني أبي وربت بي حسنها أمي وأرشدني أستاذ المعلمين.
مصباح الصدور. الله يا نبي
حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبرد وردنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيط يا بسيط يا خفيض يا رفيع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكام يا عاد يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبديء يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بقين يا ولي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا
منيع يا ضر يا نفيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا المسكفاح المسكفاح لما ذكروا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهرا المسكفاح المسكفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهرا أشكل من وجد وحدي وقل لمين النبي غالي أشكل من وجد وحالي وأقول لمين النبي غالي إيه اللي غير أحوالي غير الغرب لرسول الله المسكفاح المسكفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهرا المسكفاح المسكفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهرا يا صاحب القبة الحضرا العنينا بالنظرا يا صاحب القبة الحضرا العنينا بالنظرا إذ الهلال يا أبا زهرا واعطي لكل محب منى المسكفاح المسكفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهرا رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي رحمك يا رب العباد رجائي
رجائي ورضاك قصدي، فاستجب لي دعائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي، فاستجب لي دعائي. رحمك يا فاستجب لي دعائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا الرضا فجد بولائي. ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم يجرني فمن يجير ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم يجرني فمن يجير بكائي وحماك وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا فاجود بولائي. رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي، فاستجب لي دعائي. رحمك يا رب العباد رجائي ورضاك قصدي، فاستجب لي دعائي. رتلوا آي الكتاب المنزل وانشدوا في المجد أعلاه.
وانشده في المجد أعلى منزلي، فهو ميراث النبي المرسل سيد الأكوان شمس المرسل، فهو ميراث النبي المرسل سيد الأكوان شمس المرسل سيد الأكوان شمس المرسل. يا غزة الأخرار قومي وارفعي الرأس الحزين، لا تركني والله ناصر قوم حق مؤمنين. يا غزة الأخرار قومي وارفعي الرأس الحزين، لا تركني والله ناصر قوم حق مؤمنين. إن قتلوا طفلا أو اجتاحوا بيوت الساجدين، أو ضملوا فذا عهد اليهود المعتدين، إن قتلوا طفلا أو اجتاحوا بيوت الساجدين، أو ضمنوا أما فذا عهد اليهود المعتدين. يا أهل غزة اصبروا فالصبر مفتاح اليقين، أنتم رجال الفجر لا تخشون ظلم الغاصبين. يا غزة الأخرار قومي حزين، لن تركني والله ناصر قوم حق مؤمنين. يا غزة الأخرار قومي وارفعي الرأس الحزين، لن تركني والله ناصر قوم حق مؤمنين.